ومع وليد الحسيني. وليد هقول لك حاجه بس من غير زعل، انت دايما بتطلع تنتقد او تهاجم اللي في المركز او اللي قاعد على الكرسي دلوقتي، فالناس دايما بتقول عشان وليد عايز يتشهر. بص انا مساله الشهره دي اصلا يعني مش في اولوياتي، لكن انا عندي قناعه من زمان من اول ما اشتغلت خالص ان الشغلانه دي شغلتك ان انت تحط سبوت على المكان تقول ان المكان ده فيه حته غلط عشان تصلحها، ده مصلحه المكان. بس لكن هي الناس بتاخدها في سكه بس دايما بتضرب النادي الاهلي وفي الاخر النادي الاهلي بينتصر برضه. في ايه بينتصر؟ يعني هو انا داخل معاه ماتش؟ لا يعني دايما معاركه، دايما اللي معاه قلم ما بيفتح دايما ملفات او يحارب حاجه في النهايه الموضوع على فكره ما بتخش خناقات، عمري ما دخلت خناقات مع حد خالص. لكن هي المساله ايه؟ مساله ان انا بتعامل مع المعلومه او مع الخبر. خلاص؟ لكن النادي الاهلي بطبيعته ما بيحبش الاخطاء تتناقش على الهواء يعني في المجال العام، لا هم يبقوا عارفين الغلط ويحاول يعني نقفل او احنا نصلحه من نفسنا يعني. الموضوع بتاع كوكا المسؤول في قطاع الناشئين قبل ما ننشر الموضوع كان اجبر على تقديم استقالته، لكن هي الازمه الحقيقه اللي عندهم انه تتناول ده في الاعلام. وليه بمنتهى الصراحه لو كابتن صالح الله يرحمه موجود كنت تقدر تفتح ملفات زي دي؟ شوف انا ما يفرقش معايا مين رئيس النادي، لكن اللي انا عايز اكد لك عليه هنا قد يكون في اخطاء بتحصل جوه النادي الاهلي ايام صالح سليم دون ان يعلم. هو ده الفرق ما بين حسن حمدي وصالح سليم، انه صالح سليم ما كانش يبقى عارف الغلط ويقبل بيه، لكن انا بقوله لك ده في موضوع فابيو جونيور ده ورق جوه النادي الاهلي. بس ما اعتقدش يا وليد يكون في معلومه عند الكابتن حسن او يا سيف موجودة. انا ما بجيبش الورق ده، انا مش جايبه من بيتنا، الورق ده جوه. انا بقول لك للمره يعني انت معنى كلامك ان في 400,000 يورو، في 450,000 يورو تايهين ما بين العرض اللي كان عندهم من الاول واللي هم دفعوه او اللي هم انهوا بيه الصفقه بالفعل. وليه توقعاتك النادي الاهلي هيفتح ملف تحقيق؟ لا هم يفتحوا ملف قضيه، ان هو رفع قضيه على الناس، لكن تحقيق عليهم عارفين الموضوع. الموضوع ده جوه النادي الاهلي، يعني انا يعني ما بقولكش على حاجه هم بالنسبه لهم مفاجاه، لا هي مش مفاجاه بالنسبه لهم. فاضل لي 30 ثانيه، معلومه ان الحاج محمد عواب قدم فايل للكابتن حسن حمدي، معلومه مؤكده؟ معلومه من مصدر موثوق فيه جدا جوه النادي الاهلي، وبالمناسبه جونيور اللي هو تقريبا ممكن ما يكملش بقيه السنه دي يعني او بعد السنه دي هيبقى يكون لعب سنه واحده في النادي الاهلي. السنه دي بالفلوس دي هتكون كلفه النادي الاهلي تقريبا مليون و500 الف دولار او 500 شويه الف دولار في السنه دي. وقتنا انتهى، شكرا يا وليد وربنا ربنا يسترها عليك. لا ان شاء الله ما تقلقش. شكرا اعزائي المشاهدين، حلقتنا خلصت النهارده. وليد معاه ورق، هو ده الورق اللي مع وليد، وده الورق اللي وليد جايبه. خلصت حلقتنا النهارده، استنونا في حلقه جديده وملاعب اليوم في نفس الميعاد.